السلام عليكم. يا له من حلم جميل ومهنة رائعة، من خلالها أستطيع أن أحلق عالياً وأزور العالم بأسره. إنها مهنة يحلم بها الكثير من الأطفال لمنها من بريق ساحر يأسر العقول. هل عرفتم عن أي مهنة أتحدث؟ بالطبع إنها مهنة قائد الطائرة. ستكون القائدة في هذه الرحلة، هيا بنا. Locked my son. MCP. 143-279-5500. Set push it. 300. Decoy established. Qatari 5-5. Prepare to push or reach for 5 right. دعاء، طفلة مغربية كغيرها من الأطفال تحب أن تصبح قائد الطائرة في المستقبل. لكن ماذا تعرف دعاء عن قيادة الطائرات؟ في هذه المغامرة التي أتاحها لها طريق النجاح، تمكنت دعاء من معرفة الكثير عن الطيران مع القائد رفاس، وتعلمت أن لكل مهنة أعباءها ومسؤولياتها، وأن الأحلام وحدها لا تكفي، إذ علينا أن نعمل بجد لنعد أنفسنا للمستقبل الذي نريده. فالتفوق في الدراسة وتعلم اللغات خطوتان ضروريتان للدخول إلى قمرة الطائرة. هل ستتمكن دعاء من تحمل هذه المسؤولية؟ وهل هي قادرة على تحمل أعباء هذه المهنة؟ دون انتظار، اربطوا أحزمتكم وأرجو لكم رحلة مريحة. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. اسمي دعاء، أقطن بمدينة دار البيضاء، عمري 14 سنة، هوايتي كرة السلة، ولكن حلمي الكبير أن أكون قائدة طائرة. مرحباً بكم في منزلي. وأظنك خسرتي. أقدم لكم عائلتي وسأبتدئ بأمي، أبي، أخي، عمي، خالتي، خالتي، أنس ومهدي أبناء خالتي، سحر وأميمة بنات خالتي. مرحبا. دعاء بنت مطيعة مجتهدة تعمل جاهدة في دراستها لتكون من بين الأوائل. إذن هي تجربة حافزة، وبالتالي فهي تجربة ممكن هذه التجربة أن تجعلها تواظب أكثر وتعطي أكثر من أجل الحصول على هذه النتيجة التي اختارتها من أجل الوصول إليها. أهلاً وسهلاً، أنا القائد رفاس من مواليد سنة 1960، أمارس مهنتي منذ سنة 1985. تجربتي اليوم مع الآنسة دعاء ستكون رائعة، لأنها تمثل ماضي أنا ومستقبل مهنتي، وهذه التجربة ستعطيني الدليل بأن هذه المهنة لا زالت تثير أحلام الشباب. اسمي دعاء وأنا سعيدة جدا بلقياك. مساء الخير، مرحبا دعاء، مرحبا بك في كازا أيغو، الأكاديمية المغربية للخطوط الملكية المغربية، المركز للطيران التشبيهي، فمرحبا بك. إلا بغيتي لو عزتي ندير واحد الرحلة من الدار البيضاء إلى مراكش. الآن واخدين المقاعد ديالنا، غادي نأهلوا الطائرة أو الطائرة التشبيهية للإقلاع، وكي تنقولوا الحزام يساوي السلام. كيف يتم الطيران التشبيهي؟ يتم الطيران التشبيهي تقريبا كالطيران العادي، يعني الفرق اللي الموجود ما بين التشبيهي والعادي أن التشبيهي ممكن أن نتدرب على يعني كل المشاكل اللي يمكن يتعرض لها الطيار خلال الرحلة دياله. ما
هي بنية الطيران التشبيهي؟ بنية ديال الغرفة. لو أنك يعني أغمضت عينيك وأدخلتك إلى هنا فستقولين بأن هذه طائرة ليست بطائرة تشبيه بل يعني طائرة حقيقية، لأن كل المعدات الموجودة في الطائرة توجد هنا في طائرة تشبيه نفسها. ليس نفسها. هناك تغيير. ليس هناك تغيير. دعاء مستعدة للإقلاع؟ نعم. 35 right in Morocco 411 stabilized in one toga. Top. V1. Rotate. Positive rate. ثقة الربان كانوا يحسسوني أنني أنا الربانة وقادرة على تجاوز هذه التجربة بنجاح، والحمد لله صارت العملية بشكل جيد. Gear up. Engine fire. Number two. I silence the bell. I shut down engine number two. هناك محرك لا يشتغل، فنحن سنحاول أن يعني نخلص الطائرة من هذا المشكل. هذا نحن في صدده. Number two shut down. Start lever number two cut off. وذلك دائما باللغة الإنجليزية. هناك يعني الكلام إما تكون بالإنجليزية أو بالفرنسية لما أتكلم مع الطاقم. العربية يعني لا نستعملها في الحالات العادية ولا حالات غير العادية، فإما بالفرنسية أو بالإنجليزية. Mayday 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 Emerald 411 half engine fire number two shut down. هذه بعض الاضطرابات الخفيفة التي لا تشكل يعني لا ضرر ولا خطر على الطائرة، فالطائرة مجهزة لتحمل هذه الحركات. وبالنسبة للمسافرين؟ المسافرين يعني هناك إزعاج بسيط، وأتمنى يسمحوا لنا على هذا الإزعاج هذا اللي هو خارج على الإرادة ديال الطاقم الطائرة. هناك عطب في المحرك رقم 2، فممكن أن تنبه الركاب بأنه ليس هناك يعني خطر، فنحن بصدد الرجوع إلى مطار محمد الخامس إن شاء الله سالمين إن شاء الله. 200 too low flaps 50 too low flaps 20 10 كانت رحلة ممتعة حقا. استمتعت بهذه الرحلة رغم أنها تشبيهية. أشكرك جزيل الشكر. أنا الآن في مطار محمد الخامس وأنا متشوقة جدا لملاقاة السيد الفاس قائد طائرة. صباح الخير. صباح النور. أنا اسمي دعاء معينة و 14 سنة وأحلم أن أكون قائدة طائرة مثلك إن شاء الله. إن شاء الله. أنا اسمي قائد رفاس. حسن اختيارك. سنقضي يوما ممتعا بالنسبة لك. ستعرفين تقريبا كل شيء عن خدمتي. سنبدأ بالذهاب إلى قاعة تحضير الرحلات. إذن لنذهب. قاعة العمليات اللي تحضر فيها الرحلات كلها من ذهاب من الدار البيضاء. هنا نحضر الرحلة. أقل شيء هو ساعة قبل الرحلة. ضمن هذا فيه ساعات الإقلاع، ساعات الوصول، ملف الحالات الجوية، المناخ، في خرائط الرياح التي ستسيطر في الرحلة. كل ما يتضمنه تقرير المراقبة الأولية. يسمى تحضير للرحلة كي نعرف كل شيء عن الرحلة. بعد هذا في تقرير عن حالة كل طائرات الخطوط الملكية المغربية، وبعد هذا نذهب إلى الطائرة لنبدأ رحلتنا قبل أن يأتي الركاب. 300
لقد شاهدنا كيف نحضر الرحلة قبل أن نذهب إلى الطائرة. سنرى تقريبا مسار رحلتنا في رادار المراقبين لمطار دار البيضاء محمد الخامس. إذن نحن سنقلع من مطار محمد الخامس تجاه مدينة مراكش، سنحول تجاه اليسار إلى النقطة هنا اللي هي سين سين دال، ومنها إلى مراكش تجاه الجنوب من هنا. بالنسبة للمراقب لا تكون على علم بداخل الطائرة؟ لا، هو عنده علم بمسار الطائرة، يتحكم في مسار الطائرة. أنت مستعدة لرفع التحدي؟ مستعدة؟ إذن ستكون القائدة في هذه الرحلة، هيا بنا. عندما وضع لي الربان القبعة وضع فيها ثقة، دخلت إلى قاعة ربان، تقصيت المهنة عن قرب. عندما طلبت منها أن تدخل مقصورة القيادة وكانت هي الدهشة وشيئا من الخوف. هل يجوز للطاقم المضيفات أو الطاقم التقنية الدخول إلى المقصورة؟ عادة ممنوع لدخول إلى المقصورة إلى مقصورة القيادة لغير مضيفات وطاقم الطائرة. تشتغل بمفتاح مثل السيارات؟ لا، ليس للطيارة مفتاح. لم أكن على علم عن قرب بكيفية بنية الطائرة، ولكن بعد ذلك أفهمني الربان عن كيفية الإقلاع. هناك أزرار، يمكن أن تلاحظين أكو الأزرار. عقارب. العقارب عقارب هنا، وهنا كلها أزرار تشغل أو تقطع تشغيل كل ما تحتاج له الطيارة. سأسألك سؤال، هل النظارات لا يشكلون لك حاجز؟ النظارات لا يشكلون حاجز لما يكون لك بصر في الأول 10/10، لما يكون قبل الدخول. أنا لما دخلت إلى المدرسة الحكومية الملكية المغربية لم أكن أحمل نظارات. حينما سألتني دعاء عن النظارات لم يزعجني قط، لأنه سؤال يتكرر كثيرا. ألا تشعر بالخوف عندما تحمل مسؤولية عدد كبير من الركاب؟ هو ماشي، لا يمكن أن نتكلم عن خوف، بل هو استرس، رهبة، خوف. ماشي الخوف، ما يمكنش نتكلموا على الخوف، نتكلموا على ضغط. مع تجربة ضغط ينخفض شيئا ما. Windows locked my side. Locked my side. MCP 143-279-5500 and 3 and 0. أنا جد فرحة كما لم تتاح الفرصة لأطفال آخرين لرؤية هذه التجربة، و أي جد فرحة هذه المغامرة بالنسبة لي وتحدي، وأعتقد أنني سأكسبه إن شاء الله. 402 ready for departure. أنا مندهشة لجميع هذه الأزرار والعقارب، الأدوار التي يقوم بها ربان الطائرة. في الحقيقة له مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أكون مثله عندما أكبر إن شاء الله. Everyone green, Toga. Check. Spin off power set. That's what I told you. Engine checked. Roll set. V1. بداية الرحلة يعني كان بالنسبة بس شيء رائع، أول مرة أركب طائرة. ركوب طائرة مع المسافرين
ليس مثل الركوب مع الركبان، أنا شيء أروع أنا سعيد أكثر من قبل. أول مرة أرى الأطلس وأول مرة أراها من فوق من السماء، فشعرت في تلك اللحظة بارتفاع هنا عن سطح الأرض، أن جبال الأطلس مرتفعة جدا ونحن بارتفاع أكثر منها. كيف يمكن أن لا يدخل الضغط الخارجي إلى داخل الطائرة؟ طائرة مصنوعة لمنع تسرب الهواء إلى خارج الطائرة، فهي مقفولة من كل النواحي، وهنالك نظام آلي يمكن من فتح بوابة صغيرة تكون في مؤخرة الطائرة لفتحها أو إقفالها. ما هي النصائح التي يمكن أن توجهها لي لأكمل مسيرتي لأصبح مثلك إن شاء الله؟ هو أن تدرسي جيدا في المدرسة طبعا لكي تصل إلى بكالوريا رياضية، بعدها إلى تحضير سنتان للتحضير للمدارس العليا، هذا كل ما لوسعك الآن. القدرات التي يجب الشخص أو الشاب أن يتمكن منها، وهي أولا وقبل كل شيء حب هذه المهنة. الشارات لما تدخلي إلى شركة ملاحة تبدأين بشارة واحدة، لما تكمل التدريب في الطائرة يكون لك شارتين، بعد عامين تكون لك ثلاث شارات. الربان بالنسبة لي كقدوة أو مثل أعلى، أريد أن أكون مثله في المستقبل، فعاملني بطريقة جيدة كأب أو أخ كشيء أخ قريب مني. Okay, get on flaps and we are clear to land. Our throttle disengage. 100. 50. 40. 30. 20. 10. كنت أجهله وشجعتني أكثر للطموح والعمل للتفوق في الدراسة لكي أعمل ربانا مثل الربان الذي قابلناه. هل يمكننا أن نقوم بجولة حول الطائرة لمراقبة وتقصي طبعاً سلامة المحركة؟ يمكن أن نقوم بها. وجدت دعاء بنت متحمسة لقيامها اليوم بهذه التجربة، ومتحمسة للقيام في المستقبل بهذه المهنة. لا يقولون أن لا يوجد من يدفعنا إلى هذه المهنة أو يساندنا فيكفون عن الحلم بهذه الموهبة، كما كنت أحلم بهذه المهنة وحاولت تحقيق شيء منها، فأي طفل يمكن القيام به. كانت أجمل لحظات ذاك عند ركوبي مع الربان داخل قاعة القيادة، وعندما ذهبت إلى برج المراقبة وتقصيت كل ما يوجد هناك. كانت لحظات ممتعة كثيرا واستفدت منها جيدا كثيرا. هكذا
وهكذا تشرف هذه الحلقة على نهايتها، فقد فهمنا من خلال تجربة الدعاء أن طريق النجاح تبدأ من الحلم، ثم تأتي العزيمة عاملا حاسما لتجسيد هذا الحلم. فإذا كنتم مثل دعاء ترغبون في قيادة الطائرات، فما عليكم إلا أن تكونوا متميزين في مجال العلوم، وأن تتمتعوا ببصر حاد مع التحلي طبعا بروح المسؤولية. نأمل أن تكون مغامرة اليوم قد نالت إعجابكم وزودتكم ببعض المعلومات المفيدة عن مهنة قيادة الطائرة. أما من يرغب منكم في الحصول على معلومات أوفر عن هذه المهنة وغيرها من المهن، فندعوه لزيارة موقع قناة الجزيرة للأطفال الذي يظهر أمامكم. ولا تنسوا أن طريق النجاح هو طريقنا جميعا. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.